السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة، هذه قبل رب العالمين سبحانه وتعالى زينة الزيون مرة. بغيغ دع العيون لايف ضام الزيان كان كيا أطس يسقساني سنت الدواري ثين قورا خطر أطس يصرح نوذي لان عزيزي ثن في السنية ثمثن أثي ستمثين أتصي صراحة الكوفيد يعني كا صراحة وين صراحة مولاني سوا وين مسلم سوا يعني وين دعمي سوا جدي سوا أثني رحمة ربي مرة وذي شفو شري لان ذي موطن على كل حال وأتصي لان وثني الحقنا راني وكني أثن زراني وكنا أثن فرقاني وكنا هنظم من غري ذمر الإنسان وكنا أثن حشن في ونزي وإنساني وكنا أثن أروون يعني وكنا أثن أروون فهم شغل استقسيني قوان ثقاري عيا ومن بعد يقيم سند مسكين ويروح يسافر ويروح ذير الجنازة ويناونا كان وريزميرا هذه لسحت ذا الميث نقموث نكني وكنا أثن أروون خاطر وقادنا العيبة ذيك لثني انتط وطنيا من الكوفيد 19 تسند تسقسيني يد مدن غرني ذا عني التليفون هل يطارا ما إلا أسمارا نروح أغث جبانت ونبد في زخوان وذي زدغني زخوان النيا ما إلا سلنا غد مراس النمس لي ما إلا سلنا غد يعني النغ أمزون يتمسلي وني الحيط أمزون يتمسلي وني وبلاط مزوني توسلي واني الحاجة ورس عيارة على كل حال أثار واحد لكني غاون فهمه غاش وغرا نشتيا بلك أثي يحواجيث واني يدران كثير واني قموثا يحواجيثي وكنا ذي صفط يعني القرحيس اين سيكت حلف ويحواجيثي وكني أتدرس ثيم السنية إثي الصرغن قذمرنيس يوكني ذي يرسل الخطريس وكني هذه في ثلويس يعني ذكوريس الميسني قال لنا كن يعني المطليس أثاني الدارث وخلايث مثلا في السماثين وإن تزوارا يزواريث يعني غيني يخدم قدوني ثياوي ذعوين وثياوي ذا مسافي ذس وثينفع إن شاء الله الدعاء ذا العمل الصالحين زمر يعني أثنوقم واستنود أنظن قوم كان يساسن على العمرات إن شاء الله اسمنا اللي انت العمرات أنغر شطح القرآن استنشيع تسوابني أنسبح ربي سبحانه وتعالى أنصدق في الله أسد أسن دعون صالرحمة وولد صالح يدعو لهم دقار النبي صلى الله عليه وسلم ثمسل تيث ورمارن بالدفوز الكاغني وان هل يطرى يعني يسلى غد نوضي سلى را اختلف في الناس العلماء وإن كان كيا مالغ باللي غثان يعني هو والدي قارن باللي غثان يسلغت ثاني يعني اسم حسيس دينا غاكن نيا يسلن ذا نيا يمدير نسالي لبعطنا أشو أين يفرق أنه ريزميرا دي يخدم كلام مسكين وريزميرا دي يساول ريزميرا راغي يكس الحزن وريزميرا راغي يخدم العمل أرث ينفعني يعني ما إلا يخص خطر مرا ثمذل ثبورث الدنيا في وندينا يفك العمل ينسي يعني أي ثمثل تفك الخدمات يقيم دي الحساب يقيم دي الفركة وإذا رس دي يدعون وإذا رس دي بودا يعني كي ونقارد سواب نكرا يعني أرى سوق من وستبودنا كان سيل بعد وربي السن يعني ثانسا ندري الصوت نشتا السن لدرس فرب العالمين سبحانه وتعالى ذا الصحي الندد وواليسي وشبحنا النبي صلى الله عليه وسلم خطر لان وكدي قارنا والعبد ما يموت ذا يعني وكدي السال لا وكدي السال وريتم حسيس وريعلي من دي قلا ولا هم يحزنون يكشم قنو الدم يوم القيامة ذكرنا سينينا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا صورة ياسين من بعثنا من مرقدنا أسر الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ولكن المرقد يزمر ذي لينزيس لكوشمار يزمر ذي لينزيس ترقاي لهان يزمر يعني تصل والمرقد ماشي المعنى مرا 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 يطلق يوان داغني انشتاذ المرقد يعني ثاني يطلق يمانيس فنزمر ذنينا ثاني يطص يعني بصح يزمر يكديسل
المهم ثلا لا يطنق القرآن العظيم إذا رب العالمين سبحانه وتعالى قرص الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم المند قريشي وين أسدسلن خدمنا يعني يتوظن نسن يمزون نسن الناس أمزون تهضرتي الميثين وكد السلنا را وما وإنك لا تسمع الموتى لا يطنين وما أنت بمسمع من في القبور سبحان الله وس أمكرا أكد السلن وإذا كلنا داخل يزخوان خاصة سنة اللي يثيان تسويني أنت الويدي دي قارن باللي غصر بث رحت غصش بنتني وانت بدتس يعني أفوز كاينس هضري ساكن تبغيت وخيدي السلارة وإذا كي وإذا كي دي قارن كابلو دي السلارة وين يموثنا كنيا فإن يسمى أنت بمسمع من في القبور زمير ترى أتسولت وحيد سلن وإذا كي لنز دخل يزخوان قلي يطنيني قارس إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم وإني لن يعني ورسالة الدعوين الدعاء ماشي الدعاء ربي وإنما الدعوة الأصلي نسع ما أثي تدعو النصيحة أثي وله الناس وإذا كي يعني عظيا وحيد سلنا يا رسول الله إذا ولوا مدبرين مقل سبحان الله أترحت سنتهضرت في ربي سنتهضرت في التوحيد سنتهضرت في العبادة ربي سبحانه وتعالى وكنا دجن الشرك نثنين غذر ولن في الله إذا ولوا مدبرين سي المعنين سيث مثلا المعنين سيعني أمنا رأي روحا غيوند الميث غصر بثور الميث أي السليد أثنى بالدغة فوز كان مثلا نيون السنغث السنغة بنادم لو كانت الزلاط إلى قص زماط إلى قص صدقات إلى قيلق هل يا ترى نفعته ولا يا راس هضره سين فعاله غي مثلا شو غرو سين فعاله خطر غصر بك نمسلي غاس وريزمير الذي يخدم إن رياجي با وريزمير الذي كاري وكني أدي عوذ الدني ثيان في خليان أكا قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني يفوك ما رثم دل ثبورث ندني في الله يفوك العملين هي مذان يقيم دل الحساب يقيم دل نزمر نكدس الحق نوية ما إلا فعزيزت يعني في الله سنة وما يعني العمل باش تسكرت تترياجت يعني تسكرت تحرك تيمانيك خلاص أقليك موسط غصار بهم فسلط دينيك دنها الضر أويني موثن يعني فكيف كيف لان كان العباد موثن دايق الدنيث موثن ولا وننسان سكران أسن تهضرتك قارك ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لان كان العباد الران يعني تذكرونين أفولا وننسان ودس النرى أكن تبغو تستبط بك ها استبط 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 فوليس ودي الدارثة بورت فوليس أحكونا قيم إن هنا قيم كنس قارن إن هنا قيم ير أصغار يتلقيم ير الزيلة ورثتدقيم ير العبد إن هنا قيم سبحان الله فلان كلا لعيبة ذكا أحكونا تبوران ولون زمرت ذين بين أصابع الرحمن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن دي قرن النبي صلى الله عليه وسلم سلمعنا يقلبها كيف يشاء ولكن لن لعب ذكيا وما أنت بمسمع من في القبور ولكن الآية ثي سعانت المعنى قد دعوة إلى الله عز وجل أمزون لن العبادة الدون دي قد النيس ورد السالنا وينيس إثن النهوم وينيس نتنصيح وينيس نتوليه يعني أمزون ذي الميثين أمزون فوكن الدنيا سنسون وإثني ما زالت الدن قلقعة ذي الميث ما زال يتبدي ذي تحريك يثث يثث بالصح ذي الميث يموث وليس يموث والعياذ بالله وريز ميرا لا أدي أدي استرجع جرس ذي ربي سبحانه فلن نصوص طنين أن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتبينت أنه ما رثبت يتجبان تبدت فوزكا أترد سلام أكيد يتجنبي صلى الله عليه وسلم السنة ينسي الند عليه الصلاة والسلام أنا ثوتم يعني أغثج بنت تشمم الند أرث في اللسن السلامين تسن السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين دار قوم مؤمنين يوث لا إلى الحديث اثنين السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون غفر الله لنا
ولكم كدي قر النبي عليه الصلاة والسلام أمش يعني أرث السلام في يوان وش دي السلارة أو في يوان وش دي ترارة ولا إنسان السلام من بعد. فإذا ما دام ثريت في الله السلام المعنى ينس يعني نتذغنا يدير. والرسول عليه الصلاة والسلام إلا كل يسد روحه يعني مذين نقل المدينة كل ما ردي الصباح ما رد فراري ثفاث ذفير الفجر أذ يغال سخام ومن بعد ما رد روحة فلاري ثفاث اللي بغى الدفاع غدنين 8 صباح 9 صباح الله أعلم تفغد ثفاث أدي عدي قبل باش أدي وغلغ الجمع يسادي الصغار الصحابة مثلا اللي غادي يخدم الشغليس أديك قبلها في جبنتنا الباقيع وذير في اللسن السلام وسن يدعون خيرا وذي سيلان ذي صحابيين تي صحابيين يلان مطلون ذينا أي تيني الرسول صلى الله عليه وسلم ند ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أو المقابر ألا فالآن فزوروها فإنهم تذكركم بالآخرة ويغين كنيا هل يا ترى ينفعيث الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة القبور انت زيارة المقابر تنفعيث انت سي تنفي عارة ودي يعني يستسون الآخر سي وكلة دي مشتي وشبحنا النبي مش معقول نبي الله خير خلق الله أفضل رسول الله عليهم الصلاة والسلام أدنيني غيثتو لأخرث وريثتو يارا لأخرث وشبحنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النفعيتو غالي وذي اللان دينا ذي الميزين يزمر الرسول صلى الله عليه وسلم ذي قيم خامس وسن يدعو وسن يوط الدعاء يزمر فاسيلمو حاجة سهل ماطي زدخل الجامعة تظليث أسن يدعو يخاميس أسن يدعو يفغيث سفر أسن يدعو ولكن أثني عنو غير مذيير مزكا أر مذيير مزكا هذه بالدافيز خوان إنسان السلام عليكم قوم دار أو قوم دارك مؤمنين أو مسلمين أنتم السابقون ونحن اللاحقون غفر الله لنا ولكم بل لنزيسن وإذا رسني بد الرسول صلى الله عليه وسلم ميس على وقت يعني أسني بد كل يوم أفوز كينس العسلام يا عثمان العسلام يا فلان العسلام يا ويهين عثمان بن مضعون يعني مثلا العسلام يا الجعفر العسلام يا يعني أطاس من الصحابة يمطلن يعني البقيع رضوان الله عليهم يا سعد بن معاذ يا فلان أسني بد في زخوان إنسان وأسني ذعوم وشبح النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ينس أثنى السلام ومدام يترى ياسن السلام سيك ترى ناس الدولة نوثنيان السلام يعني وغزوة بدر مثلا غزوة بدر الكبرى أسمين امطلن المسلمين امطلن الصناديد قريش وين أبو جهل وين عتبة بن ربيعة وين عمرو بن هشام يعني أبو جهل يعني أمية بن خالف صناديد النيم قرانا يبدسن النبي صلى الله عليه وسلم في خوان إنسان غرصا يا فلان كل وسيس ميس هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا ما إلا ثو في متورا عيني يكون ده الدرغي وعذ يكون ربي سبحانه وتعالى ستدو مرغورس ما إلا ثو في نكيا عيني وعذ ربي غثان وفيغ وعذي النصر أثنوا في النصر النية سبحان الله ما يلثوا فيهم كانت الصحابة أن نسي يا رسول الله سولت يذسن تهدرت يذسن تغارت أصن تلاعي تصن ونثن أثنين سكوان إنسان هل يترك سلني يا رسول الله الناس ما أنتم بأسمع منهم لكنهم لا يجيبون الناس والله ورث السلم يكون وين أكثر وين السالن كيف يكونك يسلم يكون وزاتيا يسلني سني إذا غن غصار بين دوخل سلانيت ترى سلند كا سلند سولوان سلند سالعقول سنة وثوق عارة المهم ثوطصن يوطصن للمساج المساج يوط يكون وسلم حشاكم يعني سيم الزوغان إلا حديت النادي سلسولي إلا حديت النادي سلسول لغي سلع يعني مرا قرغ الخبر أتقرأت مثلا الخبر يون جورنال نغت لديت الفيسبوك أثايا يموث فلان كان ومن بعد ذلك ديغر يون التليفون يدينا السلام عليكم مرحبا سيبو على ماما سليت باللي يموث فلان هذا شار السيناء سليغي الخبر سليغ أمش سليغ هل يا ترى سليغ صنزوغي ولا سليغ سليطي قراغ الخبر في فيسبوك
وغادر عالمه فإذا يطيد الخبر فهذا ويد المعانين سيدان الناس ما أنتم بأسمع منه والله ورث اللي متسلم اكثر وين يسلم نسني عقلي يكون كيف كيف كني يسلم يسلم بالصح ورزميرنا ردرني وشو ثمذل الدونيس في اللاسن تبورث دهيان فإذا ناس مثلا المعنين يعني إن شاء الله ولا يميثي دوغاكا نيغا وند أطاسي توقرحان والوينارة وذنيا يفرقنا كنيا توحوزان مليح حلفان يزغيثنا الحزن ورزميرنا راه نظمنا ذي مير ننسان التصور نحذرار الجنازاتنا البعطنا ومن بعد ما روح نغث جبان تكي بغونا ذفرغنا كاشي الطوح نويني ثيق ذيثني قرحان وذرن السلام المهم وثتو ثارا دعو ثاسن نكي غرغورين والله ارسلنا غد ما نبد في سخوان وذ عزيزا في اللغ نرف لسن السلام وين ذي مولانيس ويذ الدرياس وين ذي الزوجة ثيذ ذرقازيس وذي جماس وذو تماس ثيذ جماس كل يوم يعني التصين صروح يعني وإذا كغني فرقا نثني زوار نكون عن الحق عن مثل إن شاء الله إن شاء الله تبارك وتعالى سل ناغد بإذن الله والله بإذن الله ينرسل ناغد وسنيني السلام عليكم أهل الديار من المسلمين أو قوم دار المؤمنين أنتم السابقون كنوث زوارا من كوني غادا نقراد في رنوان إنا لله وإنا إليه راجعون إكلنا غنو الغربين غفر الله لنا ولكم تبغي مثلا تحكم شي الطوح وين ريك سن لغبن في الله ونكون ويا حكوث إن شاء الله أثنى سلنا وانت تشقع مثلا الرحمة ثر مثلا السلام تدعو مع قدس الخير إن شاء الله جمعة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله.